ورد في الحديث في أدعية السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال. يعني معناه أنت الصاحب في السفر، معناه أنت الذي يحفظ ويرعى في السفر، يعني أنت تحفظنا في سفرنا. أما أن يقال عن الله عبارة بعض الناس يقولوها، وبعض مشايخ يقولوها على التربية بيدعوا كمان، بيقولوا عن رب العالمين أيضا: يا غائب يا حاضر. الحاضر والغائب كلاهما لا يجوز. الله تعالى لا يقال فيه حاضر ولا غائب، لأنه ليس جسما. الجسم إما أن يكون حاضرا أو غائبا. وكذلك لا يقال عن الله صاحب. أما الذي ورد في الحديث أنت الصاحب في السفر، فمعناه كما مر مثل ما قلت لكم، يعني يحفظنا في سفرنا. وأما ما يقال إن العبد يقف بين يدي الله يوم القيامة، يعني في ناس نسمعهم بيقولوا أنه يوم القيامة بدك تحاسب، تقف يا أيها الإنسان بين يدي الله، فليس معناه أن الله يقف في موقف الحساب يوم القيامة، وأن العبد يكون قريبا منه مثل ما هلا نحن قراب لبعضنا هكذا أيضا. لا، إنما معناه في حال المحاسبة يكون في ذلك العبد في حال الحساب، لما يحاسب الله تعالى العباد الله تعالى يحاسبهم من دون اتصال ولا انفصال، لأن الله يسمع كل إنسان يوم القيامة كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا. هذا معنى بين يدي الله، وليس معناه أن الإنسان يكون قريبا من المكان الذي فيه الله، لأن الله موجود بلا مكان. بين يدي الله أي معناه في موقف الحساب. لما أقول له يوم القيامة تكون بين يدي الله، يعني معناه يوم القيامة يحاسبك الله في موقف الحساب. العرش والأرض السابعة بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، ليس أحدهما أقرب من الآخر من الله من حيث المسافة. ليس الله قريبا من شيء بالمسافة ولا بعيدا بالمسافة. القرب المسافي والبعد المسافي يكون بين مخلوق ومخلوق. والله تعالى أعلم وأعلم. هللوا وصلوا على رسول الله.